في إيمان تاني بقى وإيمان غريب قوي، الإيمان اللي بيبحث الناس عن مجد أنفسهم. يعني أنا بدور، أنا لم أؤمن إلا أنا هخدم. فالإيمان الذي يبحث عن مجد الناس. رب يسوع المسيح قال في إنجيل يوحنا أصحاح 12 من عدد 37 ل 43 يقول كده: ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ولكن في عدد 42: ولكن مع ذلك آمن به كثير من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به. ركز معي عزيزي المشاهد: ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا. الرؤساء صار عندهم القناعة، عندهم القناعة، لكن لسبب اليهود لم يعترفوا به، مش قادرين، لألا يصيروا خارج المجمع. هنا بيتكلم عن بابليكلي، يعني علنا، مش قادرين طبعا، لأنهم أحبوا مجد الناس أكتر من مجد الله. من مجد الله، تخيل، يبقى دول آمنوا ولا ما آمنوش؟ هم آمنوا، ولكن مع ذلك آمن به كثيرون. نعم. خايفين يعلنوا إيمانهم يطردوا من المجمع. طب لما يطردوا من المجمع هيخسر وظيفته، هيخسر مكانته، هيخسر وضعه الاجتماعي. بس هو بيحب مجد الناس، الناس تعظمه، جناب الرئيس فلان، جناب الأخ فلان، جناب القسيس فلان. فالنتيجة أن الكتاب يقول تأكد أن اليهود، رغم أنهم حكام اليهود، وانتأكدوا أن المسيح هو المسيح، إلا أنهم فضلوا المجد بتاعهم، ففضلوا مكانتهم. أنا يعني قدام مسحة الله، قدام خدمة الله، يا ترى أقبل مسحة الرب ومجد الله ولا عايز مجد الناس؟ وشافوا معجزتين اللي هي بتعبر أنه يسوع هو المسيح. المسيح لما فتح عيني المولود أعمى وطردوه من المجمع، ولما أقام إلعازر من الموت بعد ما أنتن 4 أيام، وبدل ما يؤمنوا صار يخافوا على مكانتهم أمام الرومان، فحاولوا يتخلصوا من يسوع المسيح. الكلام ده موجود في إنجيل يوحنا صحاح 12. لعازر قام من الموت في يوحنا 11. في يوحنا 12 لعازر عمل وليمة ودعا رؤساء الكهنة ودعا الكتبة، فعندهم لعازر حي. فبيقول في أثناء الوليمة تشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا يسوع ولعازر أيضا. ولعازر أيضا. ليه؟ لأنه خد حس ان يسوع بياخد مجدهم. طب احنا عايزين نبقى على مكانتهم امام الرومان سياسيا، امام الحكومه الرومانيه، وامام المجتمع، وامام عامه الشعب اليهودي. فلابد ان احنا نخلص من يسوع ونخلص من المعجزه لعازر، علشان يبقى يسوع موجود ولا العازر اللي يشهد يقول ان يسوع امن. انت قتلت يسوع، بس انا بشهد عن الراجل ده ان هو اللي اقامني من الموت. يبقى لا الشهاده موجوده ولا يسوع موجود. فش الدليل بكون، ما فيش الدليل. ليه كل ده؟ عشان يبقوا على مجد انفسهم. واسف اقول، ياما في كنائس وياما في مجتمعات كتيره جدا، ابقاء على مكانتهم بنسيء لمجد المسيح علشان مجد الشخصي والبقاء على الكرسي. وده اللي كان موجود في كلمة الرب. الناس بيقبلوا مؤمنين، بس عايزين مجد مين؟ أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله.